اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. اللهم صل على محمد. الثالث على حب فاطمة الزهراء بأعلى أعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم
لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العلي العظيم أعمالنا بين القبول ورد إلا الصلاة على النبي محمد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول وأسعد الله أيامكم ولياليكم قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أول السورة في بداية السورة كان هناك تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وآله هو رسول من عند الله وأن هذا الكتاب القرآن الكريم ليس من عند رسول الله وإنما هو تنزيل من عند الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وهذه واحدة من الآيات التي تفند المزاعم التي بات البعض اليوم يكررها ويرددها حتى في بعض أوساط المتدينين من أن القرآن الكريم هو من عند رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو من الأنحاء، وصار يفلسفون يعني هذه القضية ويطرحونها بطرق مختلفة، بس مؤداها كلها بأن النبي هو صانع الكلمات وهو صانع العبارات. الآن البعض يعطيها وحيانية إلهية بطريقة ما، يعطيها بعد إلهي، يعطيها صفاء نفس النبي، يعطيها كذا. بالنتيجة ما يريدون تأكيده أن في القرآن أخطاء وأن في القرآن تأثير بمحيط اللي كان عايش فيه النبي صلى الله عليه وآله، وأن القرآن متأثر بثقافة النبي صلى الله عليه وآله، وأن القرآن بألفاظه ونصوصه ليس من عند الله. هذا يعني خلاصة كلامهم الآن بطرق مختلفة. بالنتيجة هذه واحدة من الموارد اللي يمكن من خلالها أن نفند هذه المقولة الباطلة. فبالتالي السورة لما بدت بهذا الأمر، في ختام السورة الله سبحانه وتعالى بعد ما يتحدث عن قصة المرسلين ويتحدث عن إثبات اليوم الآخر، يأتي هنا ويتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن القرآن الكريم من جديد. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طبعا في عدة سور تفنيد لهذه التهمة بأن القرآن شعر وأن النبي شاعر. في أكثر من مورد هذا الموضوع تم تفنيده، وهذه واحدة أيضا من الموارد في هذا المجال. وما علمناه الشعر، الآية ما قالت وليس هذا بشعر، يعني هذا التعبير وما علمناه الشعر مثل ما نقول يضرب عصفورين بحجر
أولا تأكيد على أنه من عند الله، علمناه فإذا هذا تعليم من عند الله عز وجل، ولكن ليس تعليما للشعر، وإنما هو تعليم لماذا؟ لكلام الله عز وجل، تعليم لوحي سماوي. فإذا أمرين، تأكيد على وحيانية القرآن وأنه من عند الله وتعليم من عند الله، والأمر الآخر أنه ليس بشعر. طيب، وما علمناه الشعر، يعني من الوقاحة بالنسبة لكم يا قريش أن تدعوا بأن القرآن الكريم شعر. أنتم أهل البيان والبلاغة والفصاحة وأهل الشعر، وأنتم تعرفون ما هو الشعر، ولو عرفتم هذا المضمون الذي يأتي في القرآن الكريم على أي إنسان منصف وما أخبرته عن المصدر ولا عن الإشكال اللي في ذهنكم ما راح يقول إنه شعر. فبالتالي ما هذه الوقاحة عندكم التي من خلالها تصرون في أكثر من مشهد في أكثر من موقع بأن هذا شعر؟ هل المسألة مجرد عناد، مجرد يعني موقف سلبي من دون ما تملكون دليل؟ هذا دليل على وقاحتكم. عن ابن عباس قال أبو ذر لأخيه، وهذا يبدو أن في يعني أوائل الرسالة أوائل البعثة، قال أبو ذر لأخيه قبل أن يسلم أبو ذر: اركب إلى هذا الوادي، يعني مكة، فاعلم لي علم هذا الرجل. أبو ذر تعرفونه من أهل البادية، بنو غفار، وين كانت مساكنهم؟ يم بدر. وين صارت غزوة بدر؟ إلى الآن قبيلة غفار أكو فرع منها ساكنين في بدر، موقع اللي هو المعركة إلى الآن، يعني أكو ناس تنتسبهم هناك تجدهم غفاريين من نفس القبيلة، بس كانوا أهل صحراء طبعا ذاك الوقت، لأن كان في آبار ماي وكذا، فهم كانوا مستوطنين هناك وفي أماكن أخرى أيضا، فهو كان بدوي يعني. فلما سمع بخبر نبوة وكذا، وهو بالأساس أبو ذر في روايات أخرى أنه كان عنده نوع من الإقبال على الله عز وجل، ابتعاد عن الأصنام، ابتعاد عن بعض الأمور اللي كانوا يسوونها الجاهلين، يعني كان عنده فطرة سليمة. فلما سمع بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وأن في رجل يقول أنا مبعوث من عند الله وعنده قرآن وكذا، فأرسل أخاه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واستمع من قوله ثم أتني. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم مع اختلاف باللفظ. ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. هذا الشاهد إن هذا البدوي الأصيل عرف بأن هذا الكلام وإن كان في وزن وإن كان في بلاغة وبيان معين، لكنه ليس بالشعر، كما أنه ليس بالكلام العادي. قال أبو ذر: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس اللي هو أخو أبو ذر أحد الشعراء، هو بنفسه كان شاعر، ولذا يدرك يقدر يقيم الموضوع. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة. فما هو بقولهم؟ تعرفون هذيل الكهنة شب يقول شب روح كذا، زين، فكلمات غريبة يستخدمون وجمل كذا ويخوفون فيها المقابل وينفثون في النار وغير ذلك من هالخرابيط هذه. لا، الرسول صلى الله عليه وآله كلامه كلام حكمة ووزن ورسالة وأخلاق وكذا. ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على كأنه يقول، طبعا ما كان معروف ذاك الوقت بحور الشعر والعلم العروض ما كان واضح، ولكن سماعا يعني على طريقة الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. هذا مو من هالنمط، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هما في اتهاماتهم كاذبون، هو صادق. رواية أخرى، الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد المخزومي، الوليد بن المغيرة كان من رؤساء قريش المحاربين للنبي صلى الله عليه وآله،
البيهقي وابن إسحاق محمد بن إسحاق يروون هذه الرواية أن الوليد هذا جمع قريشا عند حضور الموسم، موسم الحج، ليتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وآله. الآن وفود راح تأتي، النبي راح يستفيد من هذا الوضع وراح يبدأ يبلغ ويسمعهم القرآن، وممكن يتأثرون، شلون يشوشون عليه، خلي يتفقون على مجموعة من الاتهامات وكذا. فقال لهم: إن وفود العربي ترد عليكم، فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. يعني خلينا نتفق على رأي، لو أنا قلت شيء وذاك قال شيء وكذا تتساقط أقوالنا. فقالوا: نقول كاهن. فقال: والله ما هو بكاهن، راح ننكشف، ما هو بزمزمته ولا بسجعه. الكاهن نعرف شيء يخربط من كلمات وكذا، ولا هو بسجع الكاهن اللي هو الكلمات والجمل اللي يستخدمونها بطريقة معينة. قالوا: نقول مجنون. فقال: والله ما هو بمجنون ولا بخنقه، يعني مو مخنوق، يعني مو مصروع من قبل الجن، ولا وسوسته. المجنون من يتكلم مع نفسه يقعد يتحكى يخربط وكذا وأفكار خاصة وكذا، مو كذي. فذكر ترددهم الراوي في وصفه، إن ما عرفوا شي يقولون، إلى أن قالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفت الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، يعني الشعر الطويل والشعر القصير والشعر اللي فيه هجاء والشعر اللي فيه ثناء وكذا، وما هو بشاعر، إلى آخر النص. وبالتالي مع إصرارهم أحيانا من وقت إلى وقت باتهام النبي، لأن هذا جهد المفلس، جهد العاجز، ما عندهم شيء ثاني، ولذا يطلقون هذه الاتهامات وكانوا يكررونها من حين لآخر، وإن كان في داخل قرارة نفسهم يدرون أن هذا شيء باطل. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لهم: ارجعوا إلى أنفسكم، أنتم تعرفون، هذه وقاحة منكم أن تقولون هذا شاعر وما ينبغي له. يعني أنا لم أجعل في النبي صلى الله عليه وآله ملكة قرض الشعر، أنا حفظته من هذا حتى يكون هذا أقوى في الحجية، لأن لو يوم من الأيام قايل شعر، أو لو يوم من الأيام يقول الشعر، بيقولون ها هذه البلاغة وهذه كذا والأسلوب اللي في القرآن جاي من كونه هو شنو عنده هذه الملكة وكذا. لا، أصلا النبي صلى الله عليه وآله مو بس كذي، حتى أحاديث النبي أكثر من مرة قلنا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، سنة النبي المحكية، ليس فيها بلاغة مثل بلاغة القرآن ولا مثل بلاغة أمير المؤمنين علي عليه السلام. أي منصف يمسك نص من هنا، نص نبوي ونص من كلام أمير المؤمنين، ليس لأن عليا أعلى شأنا والعياذ بالله بالدعاء أن يعني أمير المؤمنين يفهم أكثر من الرسول أو أفضل من الرسول، أبدا، حاشا أن نقول هذا الكلام. رسول الله صلى الله عليه وآله هو سيد الخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى ما جعل للنبي مثل هذه القدرة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحفظ النص القرآني بكونه مرسل من عند الله، حتى يبطل أي ادعاء بأن هذا من صنع الرسول. أنتم تعرفون طبيعة كلام النبي، وما سمعتوا في يوم من الأيام يقول. ولذا أي رواية في السيرة تقول أن النبي قال شعرا، هذا إكس عليه، انتهى، لا من باب الترديد ولا من باب أنه شنو من عند النبي صلى الله عليه وآله. وما ينبغي له، ما راح يقوله هذا، أنا الله سبحانه وتعالى يقول أنا خليته بهذا الشكل. طيب، قد يقال طيب المشكلة لو قلنا أنه شعر، شنو المشكلة؟ يعني ليش هالحساسية من الموضوع؟ الشعر شيء مو زين، خش شعر هم فيه تهيج المشاعر، والشعر فيه حكمة، والشعر فيه وفيه والناس يحبونه. احنا نعرف بأن قبل إذا كانوا يبون مثلا يجمعون الناس، يبون يثورون الناس، كان وسيلتهم شنو؟ شعر، ويدزون الشاعر. قريش لتجيش الجيوش كانت تدز الشعراء إلى القبائل وكذا، يتكلمون ويشعرون، وهذا لكش يصير فيهم حماسة ويطلعون. شو المشكلة لو قلنا كذي؟ لا، مشكلة كبيرة، لأن الشعر من صنع الإنسان. مجرد ما أنت تقول هذا في شيء من الشعر، يعني النبي صلى الله عليه وآله هو اللي قايل، هذا من جهة. ثم غالبية الشعراء شنو مسلكهم يعني؟ وشنو كلامهم؟ غزل
وكلام بطالي ومدح وثناء للظلمة ويدور فلوس. اقرأ سورة الشعراء، الله شلون يوصف غالبية الشعراء إلا من استثني منهم اللي هم الشعراء الرساليين، هذا موضوع ثاني والله يستثنيهم في سورة الشعراء، لكن غالبية الشعراء وضع الشعراء شنو هو؟ حاشا النبي أن يكون هكذا. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن يعني ما، هذه أداة نفي، ما هو ما هذا القرآن إلا، خلاص بعد ما في أي احتمال آخر، ما هو إن هو إلا ذكر. والشعر ليس من موارد الذكر، والذكر ليس في الشعر. إن هو إلا ذكر وحي من عند الله عز وجل يذكر الناس بماذا؟ بمبدئهم، بمعادهم، بأمور دينهم ودنياهم، يرسم لهم معالم حياتهم شلون تكون في الدنيا شلون لازم تكون في الآخرة، وشنو هي التشريعات المرتبطة بهذه، شنو الأخلاقيات، كيف يعود الإنسان إلى أصل إنسانيته إلى آخره. وقرآن مبين، قرآن أقرأ النبي صلى الله عليه وآله هذا القرآن من عند الله عن طريق الوحي وهو مبين. مبين شنو؟ إما نقول بمعنى أنه واضح أنه من عند الله ليس من عند النبي، أو نقول أيضا أو هو هذا المعنى قرآن مبين للحق من الباطل، أو نقول بأن قرآن مبين متميز عن باقي الكلام، مبين عن أن يكون شعرا. كل هذه الاحتمالات واردة. لماذا أعطيناه هذا القرآن؟ لينذر من كان حيا، هذه استعارة، كلهم هذيل على قيد الحياة أصلا، أنت ما تتوقع تكلم إنسان ميت، لكن هني استعارة. المقصود منها شنو؟ مقصود منها اللي عنده عقل، يعني هذا اللي ما عنده عقل إذا تعريض هو بالمشركين وأمثالهم اللي ما يستفيدوا من القرآن، فيقول هذيل مو على قيد الحياة. فالله سبحانه وتعالى يقول لينذر من كان حيا، يعني من كان شنو؟ عاقلا. وبالتالي الإنسان اللي ما يتعقل، ما يتدبر، ما يستفيد، تنصحه ما يسمع الكلام، هذا إنسان شكله حي لكن في الواقع شنو؟ ما يستحق الحياة، هو ميت، هو موت روحه. فصاحب العقل هو الحي. لينذر من كان حيا، الإنذار هو الإعلام بأمر يجب التوقي منه، توقي من عذاب الله، من غضب الله، من الانحراف. لينذر من كان حيا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وهذيل المشركين حالهم حال هؤلاء. ويحق القول، شنو القول؟ القول هو الوعيد الإلهي بالعذاب، يعني الله نزل القرآن حتى يصير إنذار ويكون حجة على هؤلاء القوم، بحيث عندما يبعثون ويحاسبهم الله ويعاقبهم على مواقفهم وعلى إنكارهم وعنادهم وإجرامهم، ما يكون عندهم العذر أن يقولون ما درينا، ما عرفنا، كان في شك، هذا مو واضح أنه من عند الله أو مو من عند الله، شكينا أن الرسول هو فعلا الرسول، لا، الأمور محكمة بينة واضحة، وأغلقنا كل منافذ الإشكالات وجعلنا الأمر محكم ومصمت وقدمنا لكم إياه. بعد ما في أحد عنده شنو أي مجال يوم القيامة يقول أنا ما أدري، أنا شكيت، ما كان الأمر واضح. ويحق، يحق يعني يستحقون بالتالي العذاب، يحق القول يعني استحقاقهم تام للعقاب. ويحق القول على من؟ على الكافرين اللي يكفرون بعد كل هذا الإحكام وكل هذا الدليل وكل هذا الوضوح. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الآن الله سبحانه وتعالى انتقل إلى قضية شركهم. طيب ليش هذا الموقف المعاند في مسألة الشرك؟ إذا تي تشوف هذه المخلوقات اللي هي الأنعام اللي هي جزء من حياتهم وجزء مهم وما يقدرون يستغنون عنه، ليش؟
لأن أول شيء هي مسخرة تحت أيديهم مالكون، لو كانت في الصحراء وحشية شو يستفيدون منها؟ لا، هم مالكون لها، فهي تحت تصرفهم. من اللي خلاها مسخرة؟ من اللي جعل فيها القابلية للتسخير؟ أكو حيوان خلاص ما تقدر تسخره أنت، هو وحشي بطبعه، حتى لو يهدأ الحين بالمستقبل يتحول وحشي، بس أكو حيوان هو أصلاً يتحول إلى شنو؟ أليف هو. فبالتالي من اللي أعطاه القابلية للتسخير؟ الله سبحانه وتعالى. زين، شيء ثاني أنها صارت تركب، تستخدم وسيلة نقل، وهي مصدر غذاء ومصدر شراب ومصدر بالنسبة للسكن، لأن الفراش خيمهم مرات يسوونها من جلود، من الصوف، من الوبر، من الشعر، وبعد المفارش، الزل، ما أدري كذا، أوانيهم غيرها، شرابهم الحليب، الأكل، بعض المأكولات المنتجة من الحليب، اللحم نفسه، السمن نفسه، إلى آخره، كل هذا من هذا الحيوان. الله جعله بشكل بحيث يستفيدون منه كل هذه الاستفادات، والعظام يستفيدون منها وغيرها وغيرها. منو خلق كل هذا؟ يعني شنو الداعي للشرك؟ إذا أنتم داخل قرارة نفسكم وتعترفون بلسانكم أن الخالق لهذا الوجود الله، هم يقولون أن الآلهة خلقت، الآلهة مدبرة، هي أرباب، هي تدير، أما الله هو الخالق. فإذا كان الخالق تعترفون أنه هو الله، طيب ليش ما تعبدونه؟ ليش هذا الشرك؟ هذيل شنو عطوكم؟ إذا هو مصدر هذا العطاء تتجهون لغيره، ليش؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مو الآلهة اللي صنعتها، أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب. المفروض أن شي يسوون؟ أفلا يشكرون، مو أفلا شكروا الله، أفلا يشكرون، فعل مضارع، يعني هذه النعم اللي مستمرة ودائمة تستدعي دوام شنو؟ دوام الشكر. فليش يسوون غير هذا؟ واتخذوا، يعني مو بس ما يشكرون الله، لا، ويتجرؤون ويتخذون من دون الله آلهة. يعني مرة واحد يوقف عند حد إنه ما يعبد الله وكذا، بس ما يعبد غير الله سبحانه، لا، هذيل فوق هذا يشكرون منه، يشكرون اللي ما له فضل، ويشكرون أشياء وهمية ما لها وجود. واتخذوا من دون الله آلهة، شنو دعواهم؟ ليش يتخذونها آلهة؟ لعلهم ينصرون. طيب هذا الخالق من قال لكم أنه رفع إيده عن هذا الوجود وأعطاها لهذه الآلهة؟ هذا وهم من عندكم، أنتم تدعون، ما عندكم دليل عليه، أعطوني دليل. المفروض أن الخالق يستمر في الإدارة، يخلق ويستمر، نفي الإدارة تحتاج إلى دليل. الخالق عادة هو اللي شي يسوي، إيه هو اللي يشغل الأمور، هو اللي يسوي، حتى تنفي عنه يحتاج إلى دليل، ما عندكم دليل. طيب، واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون. ينصرون من شنو؟ للحرب حطوا لهم إله وعطوا اسم وشكلوا بشكل معين وسووا له قصص وأساطير وكذا، وحق الزرع والخوف مثلا من أنه ما يكون مطر سووا إله، وخوف من الريح والبرق سووا إله، وخوف من ما أدري شنو سووا إله، كل هذا لعلهم شنو؟ ينصرون على قوة الطبيعة، وينصرون على ضعفهم، وينصرون على الأعداء، وينصرون على هذا. هذا كله وهم، كله أنتم القصص أنتم تسوونها، أسماء أنتم تسوونها، الآلهة أنتم تشكلونها. لا يستطيعون نصرهم، إذا هذا عذرهم فالواقع أنهم ما يستطيعون نصرهم. لا يستطيعون نصرهم، ليش ما يستطيعون نصرهم؟ لأن قسم من هذه الآلهة أصلا هي كائنات غير حية. إذا الآلهة هي الكواكب والنجوم فهي كائنات غير حية، صخور وكذا وحجر وغازات وما أدري شو، هذا واحد. قسم منها كائنات حية عاقلة ولكنها مطيعة لله عز وجل، مثل الملائكة، وكانوا يعبدون ملائكة يقولون هم بنات الله كذا. وقسم منها مخلوقات عاقلة وحية
ولكنها ليست خارجة عن أمر الله مثل الجن ادعوا أنهم أولاد الله، هذا إلى هم شنو؟ هم هذا إلى ما يخرجون عن إرادة الله، إذن ما في أحد منهم يستطيع أن ينصرهم. فعلى شنو تشكرونهم؟ بطالية أنتم، ماكو شغل عمل، شيء عاجز، شيء ما عنده قدرة، شيء ما يسوي شيء، وتروحون تشكرونه وتتركون الله سبحانه وتعالى، تروحون تعبدونه وتتركون الله الخالق المدبر المعطي اللي هو اللي يستطيع نصركم؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذه شوية المفسرين داخلوا فيها، من هم ومن لهم؟ يعني هنا أكو ضمير وهنا أكو ضمير، هذه هم وهذه لهم. وشنو يعني جند؟ جند يعني شنو؟ وشنو يعني محضرون؟ وين محضرون؟ ولذا المفسرين داخلوا فيها صراحة. من الاحتمالات اللي نقدر نقولها وهم يعني المشركون لا يستطيعون هذه الآلهة. ليش التعبير لا يستطيعون قبل ما نروح هناك؟ مو لا تستطيع، ليش لا يستطيعون؟ هذا عاقل، لا يستطيع، لا يستطيعون جمع لعاقل، مو لا تستطيع، لأن بينها عاقل، بينها ملائكة وبينها جن، صح؟ لأن أهما أيضا كانوا يدعون أن الآلهة هي شنو؟ عاقلة ومدبرة، فالله استخدم نفس الأسلوب هذا. زين، لا يستطيعون نصرهم وهم يعني المشركين، هم أي المشركون وهم لهم يعني للآلهة، والمشركون للآلهة جند محضرون. يعني حتى والحال أن ذيل المشركين مستميتين وينفذون أوامر الكهنة اللي يدعون أنها ماخذينها من الآلهة، لو يسوون كل شيء هم ما يقدرون يحققون شيء، لو يخططون وكذا وكذا ما يقدرون ينصرونكم. لا يستطيعون نصرهم، لا يقدرون يخلصونهم من هذا الأشياء اللي يخوفونهم منها أو اللي يخافون أنها تصير أو يرغبون أنها تصير. وهم لهم يعني والمشركون للآلهة جند محضرون. لو تم كلهم هذيل جمعوهم وقالوا يلا تعالوا نفذوا أوامر الآلهة، لو يبي يتجمعون أيضا ما يقدرون يسوون شيء. ليش؟ لأن إرادة الله إذا تصير ضدهم ضدهم، انتهى، ما في نصر لهم. احتمال الثاني وهم يعني والآلهة لهم يعني للمشركين، والآلهة للمشركين جند يعني عددهم لو جمعوهم عددهم كبير محضرون أمام المشركين يوم القيامة، ما راح يسوون شيء. لو تيها الكواكب والنجوم والملائكة والجن وشكوا أصنام خشب وأصنام صخر وطين وتمر وتبن وأيا كان، خلي يتجمع هذا كله يوم القيامة يقدرون ينصرونهم من أمام الله عز وجل وعقابه وحسابه؟ ما يقدرون. هذا احتمال آخر للتفسير. بعد يعني يحتاج تأمل شوي. فلا يحزنك قولهم، قولهم يا رسول الله لا تشيل الهم، يا رسول الله لا تستغرق في هذه الكلمات اللي من الممكن تثبط عزيمتك في الرسالة، لا تتوقع أن كل هالمؤامرات وهذه الجلسات اللي يسوونها وشلون نرد على النبي صلى الله عليه وآله وش نقول عنه ويوم يقولون شاعر والإشكالات اللي يثيرونها ومخططاتهم، لا تشيل بالك، أنا محيط بكل شيء، أكون لك سند، راح أوقف معاك ومع المؤمنين وراح أنصركم، بس شوي شوي ضمن خطة معينة. القضية ما هي كن فيكون، لا، ضمن مسار معين، لكن بالنتيجة راح يوصل إلى شنو؟ إلى النصر المبين يتحقق للمؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلا تشيل هم، لا يحزنك هذا بحيث أنه تثبط عزيمتك. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مجالسهم العامة اللي يقعدون يتكلمون فيها أو في مجالسهم الخاصة والسرية، كل اللي حيكونه أنا محيط به وأنا سأقف معك ومع الرسالة ومع المؤمنين لكي أرد على كل هذه الإثارات اللي يثيرونها وأنصر الرسالة وأجعل كلمة الله، كلمة المؤمنين، كلمة النبي صلى الله عليه وآله هي العليا.
إن شاء الله الأسبوع القادم نختم بحثنا في سورة ياسين بإذن الله تعالى، ونشوف بعدها نقرر على شنو. اللهم صل على محمد وآل محمد.